معلم مصري، سعيدة وفخورة بهذا التكريم من بالانسد. واسمحوا لي في البداية، يعني هي بتكرمني بس الحقيقة المفروض احنا كلنا نكرمها. سيدة وامرأة مصرية وهي واقفة دلوقتي بتعرض كل الأنشطة وكل الجهد اللي سواء بالانسد أو مؤسسة تعليم أولا، الحقيقة كذا شابو هي متولياه ومتولياه بجدارة، بتثبت كل يوم أنه المرأة المصرية قادرة فعلا أن هي تتولى يعني حاجات كتيرة جدا. إنما لما بيجي في التعليم خاصة، يعني هذا الملف اللي احنا كلنا بنسعى جاهدين ان احنا ندي لبلدنا كل ما يمكننا ان نعطيه علشان المستقبل اللي جاي، تالي التكريم لابد ان يكون لدكتورة سلمى. سعيدة أيضا ومتشرفة بالتكريم ده اللي بيعني لي يعني الكثير من المعاني. وزي ما بنتكلم انه ازاي ان احنا مهتمين بملف التعليم، انما كمان مهتمين بملف الصحة النفسية للولاد اللي بيتلقوا هذا التعليم. والحقيقة انه الولاد بيمروا بحاجات كتيرة جدا جدا اثناء دراستهم، ويمكن احنا في المجتمع بنبقى دايما فوكسينج على الدرجات، جاب درجة ايه عشان نقيم الولد او البنت. دايما بنبص على درجته، لو درجته كويسة يبقى كويس، لو درجته مش كويسة يبقى مش كويس. إنما الحقيقة في خضم السنة اللي اشتغلتها مؤسسة فاهم للدعم النفسي اللي بشرف برئاسة مجلس أمنائها، اكتشفنا إنه في بعض أو في كثير من الأوقات الدرجات لا تعني شيء فيما يتعلق بما يعني يخوض الطالب أو الطالبة في رحلة دراستهم. عشان كده كان في هذه القاعة العام الماضي تم التوقيع ما بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومؤسسة التعليم أولا بحضور معالي وزير التربية والتعليم. حطينا أيدينا في أيدين بعض أنا ودكتورة سلمى، وابتدينا أن إحنا نجهز 1500 أخصائي نفسي داخل المدارس على حاجتين. أول حاجة إزاي يعرف أنه الطالب أو الطالبة عنده مشكلة، والحاجة الثانية ودي الأهم أنه يبلغ الأسرة بهذا الموضوع، لأن إحنا دايماً عندنا رفض دينايل إنه في حاجة في الولد أو البنت. الحقيقة التجربة الناجحة دي اللي قادتها مؤسسة التعليم أولاً بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي أسفرت عن نجاح باهر، لدرجة إنه وزير التربية والتعليم قال أنا عايز أعممها. إحنا بدينا بالمدارس التجريبية للمرحلة الابتدائية، طلب إنه يعممها على كافة أنحاء المدارس في جمهورية مصر العربية. وأنا شايفة إنه ده نجاح مش بس لينا، إنما نجاح للولد والبنت والأسرة اللي إحنا دايماً بنخاف على مصلحتهم وبنحرص إن هم يتلقوا هذا التعليم في جو من الراحة النفسية عشان يقدر يدي. النهاردة في ورش العمل داخل هذا المؤتمر الهام بنتكلم السيستم الإنجليزي ولا السيستم الأمريكاني، مهم جداً إن إحنا نعرف، إنما مهم جداً كمان إن إحنا نقيم الولد والبنت داخل أي من النوع من الدراسة، لأنه في النهاية إحنا عايزين نوصل بيهم لبر الأمان. كتير جداً جداً بيبقى فاهم إن الولاد دول أشقية، دول ما تربوش إنما عشان شقوتهم في المدرسة، إنما الحقيقة بيبقى الكثير منهم عندهم الـ ADHD أو مرض فرط الحركة وإحنا مش عارفين. النهاردة بنوعي والنهاردة بنغير المجتمع. هل ده هيبقى يعني بين يوم وليلة؟ لأ، ده هيبقى يعني مشوار طويل جدا. انا فخوره ان احنا بديناه مع دكتوره سلمى البكري، فخوره انه الدوله المصريه والقياده السياسيه بتحافظ على المستقبل اللي جاي، على النشء اللي طالع، على بناء الانسان، بناء الانسان النفسي، بناء الانسان اللي يقدر ان هو يدي. احنا داخلين على الثانويه العامه وداخلين على الهاي سكولز وامتحاناتهم، بيمروا بإيه الطلبة دول؟ محتاجين يسمعوا إيه مننا؟ محتاجين نشجعهم بإيه؟ سعيدة جداً بموضوع المعهد التكنولوجي والتعليم الفني. إحنا بنغير ثقافة إن إحنا نكسر وصمة العار عن المرض النفسي، إنما كمان بنغير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بالتعليم الفني والتعليم التكنولوجي. إحنا في حاجات كتيرة جداً جداً في المجتمع محتاجين نغيرها، لا هو شغل دولة ولا هو شغل وزارة ولا هو شغل مؤسسة،
هو شغل مجتمع كامل عشان نقدر ان احنا نعلم الشعوب الاخرى كيفيه الاهتمام بالصحه النفسيه. احنا الشعب الكريم، احنا الشعب اللي بيطبطب، احنا الشعب اللي بيسال على التاني، احنا الشعب اللي نعلم الصحه النفسيه، واحنا اللي هنبتدي عشان يبقى عندنا جيل طالع جميل جدا متمتع بصحه نفسيه وعارف كويس جدا ايه الهدف بتاعه داخل هذه الدوله.